دي صخرة حديد، لو حديد اللي هو ده أكس طبعا أكسيد الحديد نسبة الحديد أعتقد هنا ده بيبقى حاجة زي F2 أو F3 أو O4 ده الهيما طايت اللي هو الحديد لحظة. في طبعا حديد ثاني بيبقى أسود بيسموه ماجنا طايت وده بقى رفيس الديمو نايت يبقى أصفر، بس هو حديد يعني ازاي بتعرف؟ طبعا لو انت جبت هنا ده مغناطيس مغناطيس لو حطيت عليه المغناطيس مش هيضمن، يعني لو حطيت عليه المغناطيس مش هيضمن عشان تمغنطه عشان تطلع منه الحديد ده لازم يتحرق بطرش درجة حرارة لا تقل عن 2000 درجة. ويمكن لو الترش العادي اللي هو بتاع الاسمين لو حطيته على ده لو حرقت ده دي هطلع لك جزيئات الحديد وممكن بعد كده بالمغناطيس تعرف تجمعها. هنعمل الحكاية دي بعدين في وقت تاني لما جمع شوية الحديد. لما تلاحظ حاجة هنا ده الهيماتايت اللي هو اكسيد الحديد، الماجنتايت برضو اكسيد حديد بس النسبة بين الاكسيد الاكسجين والحديد تختلف زي ما انت شايف كده. تقدر تخربشه تخربشه بالحقن الحديد وممكن تخربشه بالدفرة، يعني شوف الدفرة كده يتخربش الدفرة يخربشه. هو الصالب او السبب ان هو تقيل، يعني ده تقيلة مش سهلة، يعني مش وزنها جامد، يعني مش دي حاجة الطول نتيجة ان هو مجهود ضغطة جامدة والسقوط دي اللي هي الفجوات اللي فيه اللي هي السقوط بس هي الفجوات هوا سلومها ولما تبص له كده ما تلاقي ما فيش ولا حتة فيه حدة زي زي الصخرة بتاعت الثانية الكرنايت أو السكيش، يعني كل الفجوات هوا في نفسه ولو ضربته في شاكوش مش هيتكسر مسطحات. انا لسه ما عملتوش تجربتوش كويس لسه ما عملتش حاجه حاجه. فده الهيماتايت او الاكسيد الحديد الاحمر موجود في كل مكان، من هنا في كاليفورنيا بجانب ده لما لو كسرت خالص وحطيته في فرن وعملت بودره يعني وبعدين حطيته في الشمس هعمل لك الطوب الاحمر. الطوب الاحمر زي الطوب اللي هو موجود في مصر ده عباره عن ايه؟ عباره عن حديد ومعاه شويه سيليكا ومعاه املاح ثانيه وهتلاقي معاه برضو الكالسيوم كمان تلاقي بعد بعض ثاني اكسيد الكربون بسيط قوي. بس لو حرقته او دقيته وحطيته زي الفلاحين ما بيعملوا في مصر في الكعبات وكعبات بتعمل منه طوبة، ولو دقيته وجبت نسبة وظبطت نسبة الجير الكالسيوم مع الرملة مع نفس الحجرة دي هتعمل منه أي أسمنت أنت عايزه، سواء أسمنت بتاع اللي بتحطك في المية أو أسمنت سريع اللي بيجمد بسرعة أو أي نوع من الأسمنت. هو ده بالظبط كده الحديد اخد ده حديد واكسجين وهتلاقي معاه شويه سيليكا وشويه كالسيوم بس ممكن يعمل لك صخره ممتازه. كل اللعب هنا هو يا اما تحرقه بنار عاليه يا اما تستخدم حامض عليه. هنشوف بعد كده لما نمسك الجير حجر الجير اللي هو لايم ستون لما تحط عليه خل يطلع لك فقاعات هواء. ده لو حطيت عليه برضو حامض هيتفاعل معاك، بس التفاعل شكله ايه بالظبط مش عارف لسه ما فكرتش فيه.